وانظر كمال العفة في يوسف عليه الصلاة والسلام. امرأة العزيز سيدته، امرأة العزيز سيدته، وقد شغفها حبا، أي وصل حبه إلى شغاف القلب، قلب المرأة، لأن يوسف عليه الصلاة والسلام أعطاه الله شطر الحسن فكان جميلا، وهو فتى عند سيدها عند زوجها اليد عليه. في يوم من الأيام غلقت الأبواب، غلقت الأبواب وخلت به. الآن عندها أحد؟ أجيب، ما فيها أحد. هل آمنت أن يدخل عليها أحد أو لم تأمن؟ يا أخوان كيف اختلفوا على هذه المسألة واضحة. هل آمنت أن يدخل عليها أحد أو لا؟ لا آمنت يا أخوان، آمنت لأنها غلقت الأبواب ولا أحد يقرب باب حجرتها. هي امرأة العزيز غلقت الأبواب إلا الله عز وجل، غلقت الباب وقالت هيت لك يلا افعل. قال معاذ الله، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، يعني إن الله ربي أحسن مثواي ويسر لي هذا المثوى العظيم، فكيف أقابل هذه النعمة بكفرها؟ إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. وقيل إنه أراد بقوله إنه ربي العزيز، يعني أن العزيز ملك مصر ربه أي سيده أحسن مثواه ولا يمكن أن أخونه في أهله. لكن المعنى الأول أصح، أنه قال إن ربي أحسن مثواي وأنعم علي ولا يمكن أن أكفر به بنعمته. ولقد همت به وهم بها، لأنه شاب والمكان خالي، ولكن الله سبحانه وتعالى عصمه من فعل هذه الفاحشة، لأن الأنبياء معصومون من الفواحش، عصمه. ولهذا قال لولا أن رأى برهان ربه، كذلك أي مثل هذا الصرف لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين، إنه من عبادنا المخلصين. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب.